بسم الله الرحمن الرحيم. عود كريم مبارك مع دستور الارض والسماء ومعجزة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم الذي يتلوه على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ بلال الهواري، ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة يا رب
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب بسم الله الرحمن الرحيم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لربهم تحيتهم فيها سلام خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة
شجرة طيبة أصلها ثابت في السماء
ويضل الله الظالمين. من قبل أن يأتي
وسخر لكم الفلك وسخر لكم الفلك وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر الله الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج
وسخر لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم النهار وسخر الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وآتاكم من كل ما سألتم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا رب واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثير من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور
كنت من ذريتي بوار ربنا من الناس تهوي
إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Up, 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 up.
صدق الله العظيم. سئل سيدنا نوح عليه السلام: يا نوح يا أطول الأنبياء عمرا، كيف وجدت هذه الدنيا؟ وجدت الدنيا لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان عشتم أيها السادة مع دستور الأرض والسماء ومعجزة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم الذي تلاه على مسامح حضرتكم قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ بلال الهواري القارئ والمقيم بمدينة منوف. كان معكم وبتوفيق من عند الله أقوى مكبرات صوت عالمية ومدينة أنوار كهربائية وقصر من قصور الضيافة المتنقل يطلب ويوجد في الحال محلات المتوكل على الله أحمد وجي شعبان المحل الأول بكفر الخضراء. أما التلاوة القرآنية القادمة لفضيلة القارئ الشيخ أحمد مصطفى شاكر. أيها السادة تكبر الله عزاءكم.